فاضل بس ان احنا نروح لمقر جريده البوابه نيوز ومراسلتنا العزيزه مريم سميح عشان نتابع معاها اهم الاخبار الرياضيه في الصحف والمواقع. واعتقد برضو معاكي منشات هام جدا يا مريم خاص بالمنتخب اللي النهارده المفروض هيغادر لملاوي علشان خلاص الاستعدادات للمباراه الحاسمه ان شاء الله يوم الخميس. صباح الخير عليكي طبعا، اتفضلي. بصبح عليك يا نهوان، بصبح عليك يا كريم، بصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد، جولة صحفية جديدة من داخل مقر بوابة نيوز. وطبعا يا نهوان ده هنبدأ بالعنوان اللي انت اتكلمتي عنه، وهو عنوان طبعا بعثة منتخب مصر. العنوان الأول من البوابة سبورت: اليوم المنتخب الوطني يطير إلى ملاوي لمواجهة إثيوبيا. طبعا بيطير المنتخب المصري اليوم الثلاثاء تحت قيادة كابتن إيهاب جلال المدير الفني الجديد للمنتخب لملاوي، ده طبعا علشان يخوض أكيد مباراة إثيوبيا في الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023، واللي هي مقرر أنها تقام في كوتيفوار. طبعا يعني من المقرر أن يسافر المنتخب على متن طائرة خاصة وفرها المنتخب أو وفرها الاتحاد المصري لكرة القدم، ده طبعا لراحة بعثة المنتخب وتجنبا للمشاكل والضغوطات النفسية اللي ممكن يتعرض ليها لاعبي المنتخب. وعلشان كده وفر الاتحاد طائرة خاصة لسفر البعثة. ويمكن كمان أضاف تقرير بوابة سبورت إن محمد صلاح زي ما احنا عارفين الجهاز الفني قرر ان هو يعني يعطيه راحه بعد ما شعر ببعض الالام في القدم، وطبعا هيغيب محمد صلاح عن مواجهه اثيوبيا في الجوله الثانيه. ايضا الجهاز الفني يعني من المنتظر ان يحسم طبعا اكيد كل ما هو جديد بشان محمود تريزيجيه والمشاركه من عدمه في اللقاء الخاص باثيوبيا، ده طبعا بعد اصابته بشد عضلي قبل مباراه غينيا. بينما تاكدت جاهزية طبعا الشناوي بعد إصابته أو بعد تعافيه من فيروس كورونا، لأن طبعا زي ما احنا عرفنا خلال الساعات القليلة الماضية أن الشناوي يعني أعلن عن فكرة أن هو خلاص أصبح نيجاتيف كورونا. ومن موقع اليوم السابع: الأهلي يواجه دفاع الجوي اليوم استعدادا لمواجهة المصري بالسلوم في الكأس. يخوض طبعا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم مواجهة ودية مع الدفاع الجوي، ده طبعا النهاردة عصر اليوم الثلاثاء. ويهدف من خلالها الجهاز الفني للفريق يعني يمكن أن هو عايز يجرب عدد من اللاعبين الذين لا يشاركون مع الفريق بشكل أساسي أو بشكل مستمر، يعني لاعبي الدكة، ده طبعا لأن يعني تقام بدون اللاعبين الدوليين الموجودين مع منتخباتهم للمشاركة في الأجندة الدولية. وبيأمل الجهاز الفني طبعا للنادي الأهلي أنه دي تكون تجربة للاعبي الدكة، وده علشان طبعا أن هم يشاركوا خلال الأيام المقبلة في عدد من المباريات الهامة جدا في عدد من البطولات محليا، يعني لأن الفريق طبعا هيخوض عدة مباريات محلية مهمة جدا سواء بطولتي الدوري والكأس. والبداية طبعا تكون بمواجهة فريق المصري بالسلوم يوم الأحد المقبل بالدور 32 من بطولة كأس مصر من النسخة الحالية. بعد كده طبعا النادي الأهلي هيلعب مع نادي إيسترن كومباني بالدوري، وبعد كده هيواجه الزمالك طبعا في قمة الدوري المصري، وبعدها غزل المحلة أيضا في الدوري، ثم يواجه بيراميدز في ربع نهائي كأس مصر بالنسخة الماضية. ومن روسيا اليوم: رسميا الامارات تستضيف كاس السوبر المصري. اعلنت الشركه المتحده وطبعا شركه بريزنتيشن الراعي الرسمي لمسابقات الاتحاد المصري لكره القدم توقيع بروتوكول تعاون مع مجلس ابو ظبي الرياضي من اجل استضافه بطولتي السوبر المصري بالامارات بين الفريقين الفائزين بدرع الدوري وايضا كاس مصر الموسم الماضي 2021، وايضا الموسم الجديد او الموسم الحالي لكاس مصر 2021-2022 بدوله الإمارات. ولم تنتهي طبعا منافسات كأس مصر الموسم الماضي حتى الآن، وبتستكمل لعب هذه المباريات تزامنا مع لعب ومواجهات كأس مصر للنسخة الحالية. أخيرا من موقع الشرق الأوسط: ملحق مونديال 2022: الإمارات وأستراليا في سباق لمواجهة البيرو.
طبعا يعني تتبارز الامارات مع استراليا اليوم الثلاثاء في الدوحه على بطاقه خامس قاره اسيا ضمن تصفيات مونديال 2022 في كره القدم. طبعا سيتاهل الفائز لمواجهه البيرو في ملحق دولي يمنح بطله التذكره ال 31 قبل الاخيره في الحدث العالمي. وطبعا يعني بتحلم الامارات ان هي تتابع حلم مشوار المونديال الذي تذوقت طعمه مره يتيمه طبعا حسب ما وصف تقرير الشرق الاوسط منذ عام 1990. فبحال تخطيها استراليا ستلاقي البيرو خامسه امريكا الجنوبيه الاثنين المقبل، ومع ضمان ويلز اخر المقاعد الاوروبيه بفوزها على اوكرانيا 1-0 تبقى بطاقتان الاولى بين بيرو والفائز من استراليا والامارات، وبطلها ينضم الى مجموعه فرنسا طبعا حامله اللقب والدنمارك وتونس في المونديال. ويوم الثلاثاء المقبل ان شاء الله مباراه بين نيوزيلندا وكوستاريكا رابعه كونكاكاف. دي طبعا كانت ابرز العناوين الصادره صباح اليوم الثلاثاء في جولتنا الصحفيه من 10 الصبح في الاهلي. بشكركم جدا، العوده للاستوديو مره اخرى. طيب رائعه منك كالعاده يا مريم، نشكرك جدا عليها، شكرا ليكي.